الأستاذ عبد الله لوتا، المدير العام للهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية لأهداف التنمية المستدامة. قدمتم هذا العام المراجعة الوطنية الطوعية لدولة الإمارات في المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة. ما أهمية ذلك بالنسبة لكم، وخاصة أنه دولة الإمارات طبعا طليعة لابد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ قررت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة وبعد الاتفاق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة بالبعثة الدائمة للوزارة في مدينة نيويورك، أنه يجب على دولة الإمارات أن تشارك العالم بملف إنجازاتها في أهداف التنمية المستدامة. كل دول العالم اليوم حققت عدد من الإنجازات، دولة الإمارات حققت العديد من الإنجازات في مختلف الأهداف. مثلا عندنا الهدف رقم 5 يتكلم عن مثلا تمكين المرأة. دولة الإمارات أسست مجلس للتوازن بين الجنسين قبل ما يعلن عن أهداف التنمية المستدامة. اليوم دولة الإمارات تتكلم عن الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب، وهو الهدف رقم 6. ودولة الإمارات أعلنت عن برنامج كامل اسمه سقيا الإمارات قبل ما تعلن الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة 2030. فدولة الإمارات الحمد لله عندها تجارب سباقة فيما يتعلق بالطموحات العالمية والإنسانية، فحبينا نعرض تجربتنا كما أن هاي الفرصة لدولة الإمارات لتحقيق شراكات مع دول مختلفة، بحيث أن حتى دولة الإمارات تواجه بعض التحديات فيما يتعلق ببعض المؤشرات. هناك دول أخرى حققت إنجازات في هذه المؤشرات، فوجودنا اليوم للإطلاع على أفضل التجارب العالمية وأفضل السياسات التي تؤدي إلى تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. بنفس الوقت دولة الإمارات تفتح ملفاتها للدول التي تحب أن يكون لها اطلاع على ما تم تحقيقه على أرض الواقع. ما هي التجربة الفريدة التي تعتقدون أنها مهمة لدول أخرى للاطلاع عليها من تجربة الإمارات؟ والله شفنا اليوم الكثير من الثناء والكثير من التركيز والأسئلة موجهة لبعض الأمور. مثلا مجلس التوازن بين الجنسين كانت هناك أسئلة عديدة عن إنجازات دولة الإمارات فيما يتعلق بالتوازن ما بين الجنسين، سواء في المجلس الوطني الاتحادي، سواء في على مستوى الوزيرات في ضمن مجلس الوزراء، المديرات التنفيذيات في القطاع الخاص، ودور المرأة الإماراتية في تأسيس الشركات ودورها في تحقيق الرخاء من خلال المساهمة في القطاع الخاص. كذلك كان هناك ثناء كبير على دور الشباب في لعب دور في تحقيق إنجازات ولعب دور في رسم السياسات الحكومية التي تحقق التنمية المستدامة. شبابنا اليوم يتطلعون إلى ما هو أبعد من 2030، هم اللي حيشتغلون على مئوية دولة الإمارات 2071 وما إلى ذلك. فكان في ثناء كبير على دور الشباب أيضا. كانت هناك أسئلة موجهة عن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجبارة فيما يتعلق بالمساهمات والمساعدات العالمية. كيف حققت دولة الإمارات الإنجاز الجبار اللي وصلت له الدولة في رسم وربط كافة المساهمات الدولية بأهداف التنمية المستدامة في القارات المختلفة من قارات العالم ودول العالم المختلفة. اليوم دولة الإمارات حصرت كل المساعدات ووضعتها تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة، بحيث أنها تخدم تعليم وتخدم صحة وتخدم الأفراد المجتمع اللي يحتاجون فعلا المساعدة. فكانت هناك رغبة في الاطلاع على تجربة وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية وكيف تم ربط هذه المساعدات بالأهداف العالمية. يوجد هناك بعض التحديات حدثنا عنها. لو ما كان في التحديات ما كان في متعة في العمل. اليوم عندنا نستمتع بالتحديات اللي موجودة على أرض الواقع. دولة الإمارات اليوم تواجه بعض التحديات فيما يتعلق بالحصول على البيانات من مختلف القطاعات. اليوم البيانات اللي تحتاجها دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تأتي فقط من القطاع الحكومي، تأتي من القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الحكومي المحلي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيره من المؤسسات. فعملية جمع هذه البيانات ووضعها في إطارها العالمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة يعتبر تحدي. لكن اليوم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعمل على التغلب على هذا التحدي ومواجهته.
فهذا مثال على بعض يعني تحدي من التحديات التي نواجهها. السيد عبد الله لوتا المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك. شكرا.